السلام عليكم ورحمة الله أعزائي نكمل معكم فقرة أحل صفحة 64 قسمة الكسور الاعتيادية السؤال 11 واحد على أربعة تقسيم أربعة باستعمال النماذج هنا المطلوب عندنا المطلوب من عندنا استعمال النماذج عندنا واحد على أربعة تقسيم أربعة هنا راح نعمل شكل يحتوي على أربعة أجزاء هذا هذا المستطيل راح أقسمه إلى أربعة أجزاء يعني هنا عندي واحد على أربعة يعني ربع هذه واحد على أربعة هذا الجزء يمثل واحد على أربعة هذا الجزء اللي يمثل واحد على أربعة إذا قسمناه إلى أربعة أجزاء يعني هذا الجزء هذا فقط أريد أقسمه إلى أربعة أجزاء راح هذا بهالطريقة هذه أقسمه إلى أربعة أجزاء وهذا أيضا نفس الشكل كل جزء أقسمه إلى أربعة أجزاء فهنا بعد ان قسمنا هذا هذا الجزء الواحد كان هذا الجزء هذا الربع هذا يمثل واحد على أربعة، هذا الجزء كان يمثل هذا واحد على أربعة انقسموا إلى أربعة أجزاء هسة قسمناه إلى جزئين انقسموا إلى أربعة أجزاء. الان اقسمه الى اربعه اجزاء هذا ايضا اعزائي الرسم راح يكون بهالطريقه هذه 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 عندي اربعه مربعات هذا الجزء فقط هذا الجزء يمثل ربع يعني يمثل واحد على أربعة هذا الجزء يمثل واحد على أربعة هاي الواحد على أربعة قسمها إلى أربعة أجزاء واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه أيضا واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة كل جزء هذا شكد يمثل الجزء الواحد كم يمثل هنا هذا يمثل واحد من ستة عشر ليش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر عشر إذا هذا الجزء يمثل واحد على ستة عشر هذا الجزء يساوي واحد على ستة عشر، هنا أني ما نحتاج أكثر من هذا المربعات، صارت عندنا فقصيت لكم إياها بالطريقة هذه، واحد على ستة عشر، إذا واحد على أربعة تقسيم أربعة هو واحد على ستة عشر، أول مرة رسمنا رسمنا مستطيل، قطعناه إلى أربعة أجزاء، كل جزء قسمناه إلى أربعة أجزاء، أول مرة رسمنا مستطيل يحتوي على أربعة أجزاء هذا جزء واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة وهذا أربعة بعدين كل جزء قسمناه إلى أربعة أجزاء كم جزء صار عندي؟ صار عندي 16 جزء إذا هذا الجزء يمثل واحد على 16 هذا يمثل واحد على 16 هذا يمثل واحد على 16 كذلك كل الأجزاء أعزائي إن شاء الله تكونوا استهمتوا على هذا السؤال أنا عندي شكل يحتوي على أربعة أجزاء، رسمنا مستطيل قطعناه إلى أربعة أج... أقسام متساوية واحد اثنين ثلاثة أربعة، مربع مربعين ثلاث مربعات أربع مربعات، بعدين كل مربع قسمناه إلى أربعة، كل مربع قسمناه إلى أربعة أصبح عند الناتج واحد على ستة عشر، الآن السؤال اثنى عشر، خمسة تقسيم اثنين على خمسة، خمسة تقسيم اثنين على خمسة. الآن أعمل نموذج أعمل نموذج يحتوي على خمسة أجزاء هذا نموذج يحتوي على خمسة أجزاء واحد اثنين ثلاثة هاي أربعة خمسة هذا الجزء يمثل واحد على خمسة آه هذا الجزء يمثل واحد خمسة. آه هذا يمثل واحد خمسة أجزاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أجزاء كل جزء يمثل واحد على خمسة هاي الخمسة أجزاء أقسمها إلى اثنين على خمسة أقسمها على اثنين على خمسة يعني أقسم هذا الخمسة أجزاء أيضا أقسمها إلى خمسة أجزاء أخرى هاي الخمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أقسمها إلى خمسة أجزاء أخرى بعدين هاي الخمسة أجزاء أخذ منها جزئين أولاً أعمل نموذج يحتوي على خمسة أجزاء، هذا نموذج يحتوي على خمسة أجزاء واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا حقل متكون من خمسة حقول. بعدين أقسمه على اثنين على خمسة، أول مرة أقسمه إلى خمسة أجزاء، بعدين آخذ من عنده جزئين. هسا كل كل جزء أقسمه إلى خمسة أجزاء واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا هذا الجزء واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا كل جزء قسمناه إلى خمسة أجزاء هذا المربع الصغير يمثل شو يمثل أعزائي هذا المربع الصغير كل جزء يمثل واحد من خمسة واحد من خمسة واحد من خمسة يعني واحد على خمسة وهكذا واحد على خمسة هذا كل جزء يمثل واحد على خمسة هذا كل جزء يمثل واحد على خمسة الآن كم اثنين على خمسة عندي؟ كم اثنين على خمسة؟ هذا كل جزء يمثل واحد على خمسة راح اكتب لكم اياها كلها حتى نفهم شلون صارت واحد على خمسة واحد على خمسة الان كم اثنين على خمسة عندي؟ كم اثنين على خمسة؟ هاي اثنين على خمسة هاي وحدة وهذه اثنين هذه مع هذه ثلاثة هاي مع هذه أربعة، وهاي مع هاي خمسة، كل اثنين، ستة، سبعة، هاي مع هذه صاروا ثمانية، تسعة، عشرة، اثنى عشر والباقي واحد على خمسة، يعني عندي عشر مرة، عندي عشر مرة، عشر مرة عندي واحد على خمسة، زائدا يبقى عندي جزء واحد على خمسة، عشر زائدا واحد على خمسة، يعني هنا كم جزء عندي؟ 12 زائداً واحد على خمسة ويساوي الواحد على خمسة هذا يمثل نصف يعني زائد النصف يعني نصف الكمية 12 زائد النصف ويساوي 12 واحد على اثنين 12 واحد على اثنين شوف وكم جزء عندنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي كم خمسة وعشرين خمسة على كم خمسة وعشرين من مجموع كم من مجموع خمسة وعشرين على اثنين خمسة على اثنين خمسة وعشرين بيا كم اثنين ويساوي اثنا واحد على اثنين. إذا حليناها بطريقة النماذج أعزائي، أول مرة عملت خمس مستطيلات، خمس مستطيلات واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، بعدين كل مستطيل قسمته إلى خمسة أجزاء، كل مستطيل قسمته إلى خمسة أجزاء، هنا يريد كم اثنين على خمسة عندنا؟ من كل اثنين أخذنا واحد، طلع عندنا اثنا عشر جزء ونصف، اثنا عشر جزء ونصف. سؤال 13 جد ناتج ما يأتي ثم اكتبه في أبسط صورة 6 على 7 تقسيم 1 على 8 ويساوي الكسر الأول ينزل نفس ما هو أنزل 6 على 8 6 على 8 القسمة تتحول إلى ضرب 1 على 8 تصير 8 على 1 8 على 1 مقلوب الكسر الآن نختصر 8 مع 8 هذه بها 1 وهذه بها 1 نضرب بسط في بسط ومقام في مقام ستة في واحد ستة واحد في واحد واحد ستة على واحد ويساوي ستة ستة على واحد تساوي ستة الآن ثلاثة على ثمانية تقسيم واحد على ثمانية ويساوي الكسر الأول ينزل ثلاثة على ثمانية القسمة تتحول إلى ضرب هنا نضرب ستة ستة على سبعة آه هنا سبعة أعزائي سبعة ستة على سبعة هاي سبعة فما راح نختصر ستة ويساوي ستة في واحد ستة آه هنا صارت ستة في ثمانية ستة في ثمانية ما راح نختصر هاي ثمانية ما راح نختصر ستة في ثمانية ثمانية وأربعين ثمانية وأربعين وسبعة في واحد سبعة ثمانية وأربعين بها كم سبعة؟ شنو نضرب في سبعة يطلع ثمانية أو قريب عليها؟ آه ستة، لأن يعني ستة في سبعة اثنين وأربعين. يساوي ستة، إيش يبقى؟ الباقي ستة على سبعة، هنا، هنا عندي ستة على سبعة في نقلب القسمة إلى ضرب، هنا توهمت كتبت علي ثمانية، هي ستة على سبعة. تقسيم يصير ضرب واحد على ثمانية تصير ثمانية على واحد بعدين ما عندي اختصار هاي سبعة وهاي ثمانية أضرب بسط في بسط ومقام في مقام ستة في ثمانية ثمانية وأربعين سبعة في واحد سبعة ثمانية وأربعين بيه. كم سبعة بها ستة والباقي الباقي ستة على سبعة ستة عدد صحيح وستة على سبعة السؤال أربعة عشر ثلاثة على ثمانية تقسيم واحد على ثمانية الكسر الأول ينزل ثلاثة على ثمانية تقسيم واحد على ثمانية، ثلاثة على ثمانية ينزل القسمة تصير ضرب واحد على ثمانية شو تصير؟ تصير ثمانية على واحد ثمانية على واحد، ثلاثة على ثمانية في ثمانية على واحد، الآن نختصر ثمانية مع ثمانية بها واحد، وهي ثمانية بها واحد، نضرب بسط في بسط ومقام في مقام، ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة، واحد في واحد ويساوي واحد، ثلاثة على واحد ويساوي ثلاثة. الآن السؤال 15 12 تقسيم 5 على 8 أولا أجعل الـ 12 على 1 ثانيا أحول القسمة إلى ضرب ثالثا أقلب الكسر الثاني 8 على 5 الآن إذا عندي اختصارات وإذا ما عندي أضرب بسط في بسط ومقام في مقام ويساوي ما عندنا اختصارات أضرب 12 في 8 8 في 2 16 6 باليد 1 8 في 1 8 1 9. 96 على على خمسة الآن أبسط إلى أبسط صورة ستة وتسعين بها كم خمسة؟ هاي ستة وتسعين تقسيم خمسة تسعة بها كم خمسة؟ بها واحد واحد في خمسة خمسة تسعة ناقص خمسة أربعة ستة وأربعين بها كم خمسة؟ بها تسعة تسعة في خمسة خمسة وأربعين والباقي واحد ويساوي يساوي تسعة عشر والباقي واحد على خمسة هذا أبسط صورة ثمانية على تسعة تقسيم ثمانية ثمانية على تسعة تقسيم ثمانية الخطوة الأولى ويساوي أنزل ثمانية على تسعة أخلي هسه الآن ما حول القسمة إلى ضرب ليش أسوي ثمانية أسويها على واحد ثمانية أسويها على واحد الخطوة الجاية ثمانية على تسعة حول القسمة إلى ضرب وأقلب الكسر الثاني واحد على ثمانية واحد على ثمانية الآن عندي اختصارات عندنا اختصارات الثمانية هاي بها واحد وهاي بها واحد واحد في واحد واحد تسعة في واحد تسعة ويساوي واحد على تسعة سؤال سبعتاش 17 3 على 4 تقسيم 12 على 8 في 1 على 32 ويساوي 3 على 4 تنزل القسمه تتحول الى ضرب نقلب الكسر الثاني 8 على 12 في 1 على 32 الان اذا عندي اختصارات بين البسط والمقام نعم عندنا إختصارات الأربعة مع الثمانية بها واحد، وثمانية بها إثنين، والثلاثة مع الإثنى عشر عثلاثة بها واحد، والإثنى عشر بها أربعة، الآن بعد ما عندي إختصارات، بل عندنا إثنين وثلاثين مع الإثنين عإثنين بها ستة عشر، عإثنين بها واحد، الآن بسط في بسط في بسط، مقام في مقام في مقام، واحد في واحد في واحد واحد. واحد في اربعة 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 في ستة اربعة في ستة اربعة وعشرين اربعة باليد اثنين اربعة في واحد اربعة واثنين ستة ويساوي واحد على اربعة وستين سؤال تسعتاي 18 تسعة تقسيم ستة على في 12 على تسعة ويساوي هاي التسعة اجعل مقامها واحد تسعة على واحد تسعة اجعل مقامها واحد القسمة تتحول الى ضرب اقلب الكسر الثاني. 18 على 6 في 12 على 9 الآن إذا عندي اختصارات بين البسط والمقام نعم عندنا اختصارات أولا التسعة مع الستة على اثنين أو ثلاثة به اثنين هاي به اثنين أو ثلاثة به ثلاثة بعد عندي اختصارات أيضا اثنين مع الاثناش اثنين مع الاثناش اثنين بها واحد واثناش بها ستة 18 والتسعة آه على التسعة هذه بها واحد، وهاي بها اثنين. الآن بسط في بسط في بسط ومقام في مقام. ثلاثة في اثنين ويساوي ستة ستة في ستة ستة وثلاثين. واحد في واحد واحد. ستة وثلاثين على واحد ويساوي ستة وثلاثين. لأن كل عدد على واحد هو نفسه ستة وثلاثين على واحد يساوي ستة وثلاثين. السؤال عشر قسمت قسم أحمد سلكا نحاسيا طوله خمسة على ستة خمسة على ستة إلى إلى قطع متساوية طول كل منها واحد على ستة متر طول كل منها واحد على ستة متر إذا قسم خمسة على ستة تقسيم واحد على ستة ما عدد هذه القطع؟ نقسم خمسة على ستة تقسيم واحد على ستة مثل ما تعلمنا خمسة على ستة تنزل الكسر الأول ينزل قسمة تتحول إلى ضرب. يقلب الكسر الثاني ستة على واحد، نشوف إذا عدنا اختصارات، نعم عندي اختصار بين الستة، هاي بها واحد، وهاي بها واحد، خمسة في واحد ويساوي خمسة، واحد في واحد ويساوي واحد، خمسة على واحد ويساوي خمسة قطع، إذا قسم أحمد السلك إلى خمسة قطع، سؤال عشرين قسمت ميساء خمسة على تسعة حب حبة رقي إلى خمسة شرائح متساوية يعني قسمت فاكهة الرقي إلى خمسة أجزاء متساوية مو حبة يعني يقصد الحباية البذرة لا هي القطعة الرقية قسمتها إلى خمسة أجزاء ما إلى شرائح متساوية ما الكسر الذي يمثل الشريحة خمسة على تسعة تقسيم هنا نخلي الخمسة على واحد لازم العدد الصحيح نخليه على واحد خمسة على تسعة القسمة تتحول إلى ضرب والخمسة على واحد يقلب يصير واحد على خمسة الآن عندنا اختصارات الخمسة بها واحد والخمسة بها واحد ويساوي بسط في بسط ومقام في, في مقام واحد في واحد واحد أه وتسعة في واحد ويساوي تسعة إذا الكسر واحد على تسعة الكسر الذي يمثل الشريحة الواحدة لحبة الرقي وبهذا السؤال العشرين انتهى درسنا لهذا اليوم حلينا فقرة احل من موضوع قسمة الكسور الاعتيادية أعزائي يرجى الاشتراك في القناة إذا ما كنتم مشتركين اضغطوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته